أن شرع الله في الأرض لن يقوم إلا وفق السنة الربانية. بالفعل وهذه السنة الربانية فيها بعدين، سنة كونية وسنة شرعية. ركز وأفصل لك معنى كل كلمة منهم. السنة الكونية بتقول إيه؟ بتقول أن قيام الدول أو سقوطها بيتم وفق معاهدات. عشان دولة تقوم لابد من وجود عوامل. أول حاجة قاعدة جماهيرية تريد إرادة أن تقوم مثل هذا النوع من الدولة. زائد فترة تريد هذا النوع من الدولة وتحمل المنهج والمنهاج بتاعها. ثاني أي دولة بتقوم في التاريخ وهذه السنة الكونية تقوم على المسلم وعلى الكافر على حد سواء. يدور فيها حاجتين، صفوة تحمل المنهج وقاعدة جماهيرية مؤيدة للمنهج. ثاني صفوة تحمل المنهج وقاعدة جماهيرية مؤيدة للمنهج. يبقى ده في الجزء الكوني. طيب ايه الجزء الشرعي؟ ان المنهج ده يبقى منهج ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما توافقنا مع سنة الله في المنهج والمنهاج في السنة الكونية بشقيها الشرعية والكونية في السنة الربانية بشقيها الكونية والشرعية، يعني موجود صفوة تحمل المنهج اللي هو الناس اللي مدركة بعد الشريعة ووجود قيام الدولة وعندها